مدرسة ميدلينغتون المتوسطة هي مدرسة عادية فيها تلاميذ عاديين ومشاكل عادية، ولكن حياتي أنا ليست عادية على الإطلاق، فكما ترون لقد تربيت مع الحشرات. فهمتم الصورة؟ عصير. اشرب واحدة يصبح لدينا 97 زجاجة عصير. كريبي، قالت لي كريس أليس إنك لم تذهبي يوما إلى مركز تجاري. أمر غريب صحيح. أنا سعيدة لأن والديك سمح لك بأن تأتي معنا، سنقوم ببعض الأشياء الخاصة بالفتيات. هل نغني أمي؟ لا وقت لدينا عزيزتي. فلنبدأ بالتصوف. فلنبدأ بالمرح. كان لهذا الشيء السخيف. أمي، كيف وصلنا إلى هذه الطريق؟ هل أنت متأكدة من أنها الطريق الصحيحة؟ لعلني أخذت انعطافاً خاطئاً في مكان ما. من الصعب الرؤية جيداً مع كل هذا المطر. رائع، يوجد فندقاً هناك، سأسألهم عن الطريق. يبدو أن هناك خطب ماء، فلنتحقق من هذا المكان. سيداتي سادتي، أيها الأولاد من كل الأعمار، أقصد أهلا بكم هنا. كيف أساعدكم؟ لقد ضللنا الطريق، أيمكنك أن تدلنا إلى الطريق العام؟ الطريق العام؟ الطرقات خطيرة جدا الآن في ظل هذا الطقس، ولما لا تبقينا هنا؟ في أفضل موتيل في العالم. يبدو أن أحدهم هنا يشعر بالارتباك وقد ضيع الكلمات. أقصد لما لا تبقينا هنا إلى أن يتوقف المطر؟ أنتن محظوظات لأنه لدينا غرفة شاغرة. وقعي فقط. أمي، أنا لا أريد البقاء هنا، فلنتصل بأبي. فكرة جيدة كريس أليس. يبدو أن هاتفي معطل. عذراً، ألديك هاتف نستعمله؟ أنا آسف، فالعاصفة قد أدت إلى تعطيل كل خطوط الهواتف. سيكون علينا البقاء كريس أليس. يبدو لي أنه مكان جميل. وقعي هنا وهنا وهناك وهنا وهنا أيضاً. أؤكد لكن أنكن ستمضين أجمل أوقات وأجمل مغامرات في حياتكن. فرصة لن تحصل لأحد. يجب ألا يفوتكن العرض الذي سيقام هنا في الردهة عند الساعة 9. بالضبط، سيكون هناك أثريات وأشياء مضحكة والقليل من اللفافات لإضرام النار. لن تصدقن هذا. شكراً، لكن لا، نريد فقط الحصول على غرفة. هل أنت متأكدة؟
سأحصل لكن على أفضل المقاعد في المرة المقبلة. ستندمنا على عدم الحضور. أوه أجل. لا 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 لا، هذا غير مناسب. إن المكان هذا هو مجرد خربة. هل علينا حقا البقاء هنا أمي؟ لا أعلم، إنه يذكرني بمنزلي. مهرجون؟ لماذا كان عليهم إحضار مهرجين؟ كريس أليس محقة، علينا المغادرة. سنغادر سرعان ما نستطيع كيبي. سأشاهد الآن النشرة الجوية. هذا غريب، لا تلفاز. ما من تلفاز؟ إنها مجرد صور، إنها مجرد صور، إنها مجرد صور، إنها مجرد صور. كريس أليس لا تركليني. لكني لا أفعل أمي. من الذي يركلني؟ تمطر أم لا؟ سنترك المكان. سأجره فتح النافذة. لقد علقنا. هاي، إلى أين أنت ذاهبة؟ واو، مجنونات، كلهن مجنونات، كل واحدة منهن. ماذا؟ من يتجرأ على المجيء إلى هنا من دون تذكرة؟ ماذا؟ ماذا؟ ماذا تظنين نفسك فاعلة هنا؟ هذا ما أردت معرفته، ما الذي نفعله هنا؟ ولماذا تحاول إبقاءنا هنا؟ يجب أن تشعري بالفخر لأنك في حضرة الشخص الأهم على الإطلاق. لا أحد يوماً قد يجمع في شخصه أبداً أبداً هكذا عددا من المواهب، أو أقله هذا ما كان عليه. لكن الأمر كان منذ زمن طويل وبعيد جداً من هنا. كان يقف آلاف الأشخاص ليستطيعوا رؤية العرض الذي يقدمه يوستس روشيه وصراصيره الرائعة الرحالة. كانت القرية كلها تحب صراصيري، فهي كانت مصدر تسلية للعائلة بمختلف الأعمار. لقد ازدادت شعبيتنا، كنا حتى نسلي العائلة المالكة. نسافر في كل أنحاء العالم. لكن الزمن قد تغير. ماذا حدث؟ لقد أصبح أرضي قديم الطراز. بوجود التلفاز وألعاب الفيديو لم يعد أحد يبالي بالصراصير بعد الآن. لكن لم نكن نريد إلا جمهورا فقط. لكنني أظن أننا تمادينا. أرجوك لا تلقي اللوم عليها، فكل ما فعلته كان من أجل العرض. لكن ما يزال من الخطأ خطف الناس بهذه الطريقة. هاي، وجدتها. إنك تبحث عن جمهور، وأنا أعرف بالضبط أين ستجده سيدي. حقا؟ لا عليك. إلى اللقاء. سيداتي سادتي، أيها الشباب والفتيات، سنقدم إليكم عجيبة العالم الثامنة. أقدم إليكم يوستس روشيه وصراصيره الرحالة الرائعة.
لنظهر لك امتناننا لما فعلته لنا، سنقدم إليك أنا والصراصير هدية نظن أنها ستعجبك. صورة موقعة للمهرج سكيتر الرائع. الصراصير تتكاثر بسرعة فائقة. الصرصار الألماني يمكن أن تلد 40 صرصاراً في دفعة واحدة. يمكن لزوج واحد أن يلد أكثر من 20 ألف صرصار في العام. لا تتخيل هذا العدد كله في مكان واحد.